بدي أقول صباح الخير لكل المشاهدين اللي عم يحضروني اليوم. وصفة واحدة هي الكروك مسيو، مع هيك تتميز وصفتي بالصوص بلانش يلي بدي أضيف لها لافاند. لكل مين عم يحضرني وعنده لافاند بالجنينة بقى ما قاله غير هيك يجيب شقفة من اللافاند، يعني مش أكتر، أكيد غسلتها. بدي أنقعها بالحليب يلي بدي أشتغل بالصلصة البيضة. بس شو هي وصفتي لليوم؟ هي أكيد وقت أقول أنا كروك مسيو عم بحكي على بان دومي يلي بدي أدخلهم على الفرن، يعني خليني أقول التوست الطري يلي بدي أدخله على الفرن ليقسى شوي. بدي أعمل الصلصة البيضة وبدي يكون عندي الفطر. اليوم ما حبيت أشتغل بالجبنة والجامبون، وقت نقول كروك مسيو نحن عم نحكي على مزيج الجبنة مع الصلصة البيضة. اليوم استبدلت بالفطر الطازة مع الثوم مع شوية من الكيل يلي بدي لوحهم على نار، بدي احشي فيهم وصفتي، بدي اختم وصفتي بشوية من السبانخ والبندورة مع زيت الزيتون. قبل ما بلش بالصلصة البيضة بدي بصينية بلا زيت بلا زبدة بلا شي، بدي صفصف توست الطري، اكيد في احجام من التوست يلي منلاقيهم. بدي حمصهم شوية بالداخل، انا حاكتفي بأربعة. حميت الفرن وبدي ادخل وصفتي على الفرن. لكن حطينا التوست الطري بقلب الفرن ليصير قاسي، اما هلا بدي بلش اشتغل بالصلصه البيضاء. اكيد يلي بيحضرنا مثل ما كل مره بنقول اذا حطينا 5 ملاعق من الزبده بدي اضيف 5 ملاعق من الطحين. بس بشو بتتميز وصفتي؟ وقتها بدي اعمل صلصه بيضاء لاوضع على توست، يعني للكروك مسيو او كروك مدام، كثير مهم انه هيدي الصلصه تكون شديده. ومثل ما بنعرف لتكون شديده بدي خفف كميه الحليب، يعني اليوم انا عم بشتغل بخمس ملاعق من الزبده يلي بدي اضيف لهم 5 ملاعق من الطحين يلي بدي ارجع اضيف على وصفتي. بدل 4 كبايات من حليب السائل بدي اضيف 3 كبايات من حليب السائل، اكيد بدي اضيف على وصفتي رشه من الملح وبهار الابيض ليطلع لي الصلصه البيضاء. لنقدر نوصل الفكرة خليني كمان مثل ما قلت لكم على جنب بده يكون عندي مزيج الكيل مع الفطر الطازة والثوم يلي بدي لوحهم شوية على نار على مع زيت الزيتون، وبدي اضيف لهم شوية من الملح بهار الأبيض، شوية من البابريكا يلي بدها تعطي، وأعشاب كمان يلي بدها تعطي نكهة لوصفتي. لكن عندي الخضرة يلي بدي لوحها على نار، وفي عندي كمان الصلصة البيضاء يلي عم بشتغلها. عندي التوست يلي دخلته على الفرن ما بده أكتر من 5 دقايق، ما بدي أحرقه أبداً، بدي بس يصير قاسي لأقدر شيله. لكن بطنجرة على نار وضعت 2 ملاعق من زيت الزيتون. أول ما يسخن الزيت بدي أضيف مزيج الفطر الطازة مع الثوم. اليوم جبت ثوم ما فرمته كتير صغير، حطيته شقف كبيرة، مزجتهم مع الفطر الطازة. واليوم لكل مين عم يحضرني قال له في استبدل الفطر الطازة بحيلا نوع من الخضرة، في يضيف كوسة باذنجان أو حتى فطر معلب يلي كمان بيطلع طيب. من بعد ما حمي الزيت بدي اضيف مزيج الفطر الطازة مع الثوم بقلب الطنجرة على نار. الزبدة بعدها عم بتذوب، بدي اضيف الطحين، وبرجع بذكر انه قد الزبدة قد الطحين. كثير مهم وقت نشتغل الصلصة البيضاء روح ونجي ونضلنا نحرك، كتير مهم نشتغلها على نار خفيفة لما تحترق الزبدة والطحين. لكن برجع بذكر انه وصفتنا اليوم هي الكروك مسيو يلي بدي استبدل الجبنة بالخضرة. بدي ارجع اضيف شوية من الطحين. لكن مزجنا زبدة طحين على طول على نار خفيفة مثل ما عم بتشوفوا أنا وعم بحرك شوي شوي.
بدي ارجع اضيف الحليب. شو بتتميز وصفتك؟ بدي اضيف الحليب يلي نقعته ب مثل ما هون عم نشوف باللافون، وكثير مهم انه ما بدي انقعه اكثر من 10 دقائق لانه بتصير طعمته كثير قويه. بدي اضيف الحليب شوي شوي. حرك. بدي اتركها شديدة. بدي اليوم اقول للمشاهدين انه لافاند مع الحليب كتير طيب. ما عندي لافاند بشتغلها اكيد بلا لافاند، كمان بتطلع طيبة كتير. كتير مهم انه نضلنا نحرك. بدي ارجع اضيف الحليب شوي شوي انا وعم بحرك. لو قشطوا اللافاند رح شيلهم، ما رح اتركهم بقلبهم، ضعهم على جنب. بدي انقع الحليب قبل بعشر دقائق لربع ساعة مش أكثر، لما تصير طعمة اللافاند كتير قوية. دقيقتين بعد شوي. لكن هلا انا عم بشتغل الصلصه البيضاء على لافاند او بلا لافاند حسب شو عنا بالجنينه. ما عنا بشتغلها بلا لافاند. بدي اضيف لها رشه من الملح، بدي اضيف لها شويه من البهار الابيض. اما بهيدي الطنجره في عندي شويه من الثوم مع زيت الزيتون يلي هلا بدي اضيف له شويه من الاعشاب، شويه كمان من الملح من البهار الابيض، بالإضافة لشوية من الجنجر، البابريكا، الكاري، شو ما عندي بالبيت. كثير مهم إنه الصوص بلانش تكون سميكة، ما بدي إياها طرية. بدي أشيل الباندومي من الفرن. هنا نشيل الحرف، هنا نترك الحرف، أنا اليوم عبالي أترك الحرف ما عبالي أشيله. دقيقتين قربت تخلص الصوص بلانش. هيدي هي زيتها الصلصة يلي أنا بعمل فيها معكرونة حليب النوي، الصلصة البيضة اللي معودين عليها. حنحط البهارات ونختم وصفتنا. فنقدر نوصل هيك الفكرة كيف بدنا نوضعهم فوق بعضهم. بعد بحط نقطة حليب وبطفي النار لأنه كتير مهم إنه وصفتي تكون شديدة. هيدي وصفة أنا بعملها بترويقة، بغدا، بعد الظهر، بعشاء. صغار وكبار أكيد بحبوها. حأطفي وصفتي وضيف عليها الملح وبهار الأبيض. حأكتفي بس بالملح وبهار الأبيض لأنه الحليب في طعمة اللافاند، ما بدي أكسر الطعمة. ولا وضعت الملح والبهار، اطفيتها حطيتها على جنب. قبل ما كفي حشيل الخبز من الفرن. لكن صوص بلانش خلصت، بدي ارجع للفطر مع الكيل يلي بدي اضيف لهم رشه من البهار، رشه من الملح. بونجور دلال. هاي رانيا. ما تاخذيني، ما جيت تساعدك من الاول، بس انه قد الريحه طيبه قلت لا ما بقى مضبوطة. ما بقى تحمل. يعطيك العافيه.
مثل ما بيقولوا لي مصلحجيه، معقول؟ لا انا هيك لا. لا. ابدا 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 لا بعرف من الاول انت بس مثاقبه يعني ترويقه تمام صح. اليوم ما هيك تعمول للمشاهدين ايه فينا نشتغلها بعد الظهر ناكلها صبح عشيه غدا بعدين هيك بدي اقول وصفه كثير الصغار بحبوها قبل الكبار يعني هي الشيء بفش الخلق مزبوط. عملنا صلصه البيضه رانيا اليوم ما في تلبيح ولا بصل ولا ثوم بس الشامبينيون ايه شامبينيون بلا ريحه مع شويه من ما بنلوح لا بدي اقول ما فرمتهم كثير صغير تركتهم شوي كبار مع شويه من اللي لوحناهم على نار مع زيت الزيتون بدي اضيف رشه من الملح ضفت رشه من البهار شويه من الجنجر شو ما عندي بالبيت شويه من البابريكا في كاري حيلا نوع من الاعشاب اوريجانو ار دو بروفانس شو ما عندي رح طفي النار وبتكون خلصت وصفتي الكيل كمان نسينا نحط الكيل بتعرفي منيح جيتي شفتي كيف؟ إلي إفادة لكن بدي أحطهم لمدة دقيقة مش أكثر دلال عندي سؤال الكيل في كثير ناس بيفركون بالزيت ايه؟ بيتركون شوي مثل كأنه مارينيتد يعني أنا منهم أنا إذا بدي أعمل سلات كيل بدي أقول فيها ما أحط كيل فيها أحط كيل يعني في أشتغلها بس شامبينيون بس أنا حبيت اليوم دي قد إيه بده الكيل على النار؟ ماكسيموم خمس دقائق مش أكثر يعني دقيقة رح تطفي بدي اقول رانيا انا على طول وقت بعمل سلاد الكيل عم بيقرقشوا اليوم ايه صح بدي اقول لا دغري بيعملوا بدي اقول انه اذا بدك تاكلي سلاد كيل طيب بتعرفي الكيل قاسي كثير مهم انه ننقعه بالحامض والزيت لوقت طويل قبل ما نقدمه وناكله قد ايه برايك ده يعني انا بنقعه قبل بساعه ساعه ونص ايه هيك تحسي بالطعم لانه قاسي بعدين كثير مهم انه نشيل الضلع صح الضلع يعني بدنا نفرمه صغير وننقعه ونقدمه بس هلا لانه عم بلوحه على نار رانيا ما بلزوم مش ضروري انه انقعه اكيد ليكي ما بده اكثر من خمس دقائق ليدبل ليبطل قاسي مع الاعشاب والملح والبهار شويه من الجنجر شويه من البابريكا في حد كاري حاكتفي هون احنا معنا بعد شوية وقت اذا بدك عنا وقت اجي لعندك ايه اهلا وسهلا يعني خلينا هيك نفرجي المشاهدين حطينا التوست بقلب الفرن عم بحكي على التوست الطري يلي دخلته على الفرن يلي صار قاسي شو بدي اعمل بدي اوضع على وصفتي الصلصه البيضاء يعني خلينا نشتغلها فينا كمان بالتوستر ما هيك فينا نشتغلها بالتوستر لانه بضل كمان بقلبها هيك شويه طريه خليني اجيب صحن نشتغل وحده هونيك ونقدمها ايه بعدها طريه بقلبها يعني لحتى تقدر تنقص او خلينا نبلش بهيدي، جبت التوست يلي وضعته بقلب الفرن ما حطيت له ولا زيت ولا زبده ولا شيء، اشتغلت بالصوص بلانش، انا معلي رانيا رح اشتغلهم من الطناجر نعم بنقدر نوصل الصوص بلانش شو عملنا فيها لكن؟ صوص بلانش عادية بس بشو بتتميز وصفتنا؟ تميزت اليوم نقعت الحليب باللافونت بيعطي نكهة هيك كثير طيبة وبرجع بذكر انه مش اكثر من 10 دقائق يعني جبت لافوند من جنينة غسلتها نشفتها نقعتها بالحليب قبل ما احطها على الزبدة والطحين جديدة هي لمدة 10 دقائق هيك عطي الطعمة طيبة كثير هلا بدوقيها ومنسمكها لكن منسمكها كثير مهم انه نسمكها حلوة فكرة اللافوند كثير وغريبة انا بحب اللافوند بالاكل بعمل اشطريق وصرنا عاملينها هون كذا مرة على لافوند كثير طيبة لافوند بيعطي نكهة كثير طيب بالاكل يلي عنده لافوند بجنينة عنا يلا على باله يستفيد فيهم لكن انا بحطهم بالخزانة بس ايه الماكسيموم انا عم بطبخ فيهم هالايامات يعني. والله هالايامات يا دلال شو ما في بجنينه رح نطبخ بدنا نطبخ ايه مش معقول لانه قد ما هالحياه صارت عن جد صعبه حطينا الصوص بلانش بدنا نحشي وصفتنا بمزيج الكيل والشامبينيون الكيل والشامبينيون مع البهارات على الصوص بلانش بهيدي الطريقه
هلا فينا نستبدل الفطر كمان، خلينا هيك اطيب شيء الفطر مع الصوص بلانش، طيب كثير خاصه الطازه. بس اكيد بتعرفي مثل ما حكينا انه هالايامات صار كل شيء غالي، يعني اوقات مزبوط بنجرب نلاقي بديل، يعني بديل ما هي هي. عندي اثنين كوسه بالبيت، اثنين باذنجان، بستبدل شوي من الارنبيط البروكولي، بعمل مزيج كمان بيطلع طيب. ما في كيل بنحط بركي ما بعرف ملفوف او سبانخ او اي شيء، وفي ما حط بكتفي بس بالزيت البهارات، يعني ما بدي اكثر من هيك. هون دلال عنا البندوره والخضره البيبي روكا يمكن هون صح فوالا حيكتفي هون مثل ما هون عم نشوف. لكن حطينا الصوص بلانش، رجعنا غطينا وصفتنا بمزيج الكيل يلي لوحناه على نار مع حيلا شيء عندنا، اذا عندنا زيتون خضره حيلا نوع من الخضره، رجعت جبت كمان بدي غطي وصفتي عن جديد بكوش من الصوص بلانش يلي نقعت الحليب باللافاند، برجع بذكر، وبختم وصفتي بشو ما عندي، بيبي روكا، بيبي ابينار، رشيت، شو ما عندي كمان وبحطهم. خلينا نشوف قبل ما ناخذ بريك. رح نرجع. بدي هيك امرحهم، حطهم اون توب. طيب دلال نحن رح نظبط الديكور كله، بناخذ بريك وبنرجع بنشوف البرزنتيشن. نرجع لوست كوكينج مع دلال. دلال دائما هيك وصفات يعني سهلين بنقدر نستبدل الامور فيهم، يعني دائما بتعطي كثير اوبشنز بالبيت، لانه حضرتك ست بيت كمان، نحن بنعرف اوقات بننقطع من اشياء وعلى هيك سرعه بدنا نعمل شيء وصفه. وهيك تنشجع المشاهدين، بتعرفي بهالايامين كمان صرنا نعد كلنا للعشاء، بنشتري الاغراض قد ما كل شيء عن جد صار غالي، يعني بتجي بدك تطبخي اقل شيء صار كثير كثير غالي. سو هيك تنسهل على المشاهدين ونشجعهم انه انا اليوم على بالي هالوصفه بس ما عندي، هي بشتغل بشو ما عندي بالبيت كمان بتطلع وصفه طيبه، مش ضروري يعني بس اليوم شفتي ما حطينا جامبون، ما حطينا جبنه، حطينا حيلا نوع من الخضره. صراحه يعني هيدا هالوصفات هي صحيه كثير، صحيه صح يعني، صغار وكبار بحبوها، يعني بعملها اوقات مع ارنبيط، مع جزر، مع بروكولي، شو ما عندي بالبيت. بتعرفي اوقات يعني بقى مثل ما كل مره بنقول بقى عندنا كوسه اثنين، حطين كوسه حطين باذنجان، شو بدك تعملي فيهم اذا ما فيك تعملي وصفه او ولا طبخه ولا شيء؟ ساعتها بنلوحهم، نضيف لهم شويه بهارات وكمان بنلوحهم لا لا ما بنلوح، انا رح لوح هون اهم شيء انه بنلوح كثير طيبه طيبه. سنه سنه يعني وصفه على طول بعملها بالبيت، بعملها لاولادي كانه عم ناخذ باستا مع صوص بلانش وشامبينيون. هلا فينا نكتر صوص بلانش قد ما فينا، لا منيحة بس انه انا ما بحبها كثير منيحه هيك، بس البلاس كانه زي لانه زايدين لخضره، يعني عم ناكل باستا وسلاد، زيت الانجريدينتس على فكره صح صح، بس وفرنا باستا حطينا خبز 100%. حسيتي بطعمة اللافوند كثير خفيفة. خفيفه يعني في شيء طيب بس ما عم نقدر نعرف شو، يعني لو ما قلتي ما بنحذر. حطينا هيك مش اكثر من 10 دقائق نقعناه هون بس طيبين لما نحس كثير بال، والكيل عاطي طعمه كثير طيبه، الكيل طيب كمان معهم ايه، لانه هو الكيل شوي خفيفه طعمته. فينا نعمل حالة شي سبانخ، نجيب سبانخ نفرمهم كمان ونضيفهم، شو ما بدنا فينا نعمل. فينا نحشيها جبنه وجامبون كمان، واخذت معنا 10 دقائق كثير سهله. فينا جبنه وجامبون مع شامبينيون صوص بلانش كمان صح صح، يعني نفس الشيء. اذا عملنا صلصه بيضاء حسب بدنا نعمل معكروني او حيلا شيء، بقي عندنا شوي شو بدنا نعمل فيهم؟ نجيب باندومين نحط عليهم. بتتفرز الصوص بلانش دلال؟ بتتفرز ايه بس بتفصل، بس بتفصل، انا ما كثير بحبها بالفريزر بس في ناس بفرزوها كثير ايه. بس كيف طريقه ارجع نسخنها؟ بدك تشيليها على جنب وترجع تحطيها بقلب الفرن. اذا عم نحكي من دون ما نرجع نخليها على النار انا بتعرفي كل شيء كريم فريش صوص بلانش هيك بفضل انه ما يتدخلوا على انا الفرن. كمان دائما بيمصلوا يعني دائما بتفصل صح صح انا بفضل يعني، بس اصلا بهالايامات اكيد ما حدا عم يفرز فيه كهرباء. اليوم كنا عم نحكي عن هالموضوع عن سلامه الغذاء يعني اكيد الفريزر بدنا ننسيه هالفتره ونصرف كل الاشياء اللي عنا اياها، يعني هيك عم يعملوا كل العالم عم يشيلوا كل شيء من الفريزر. ثانكيو لك دلال، وصفه دائما عمليه هيك بتساير كل العالم، اكيد بيقدروا يشوفوها الناس اونلاين. رح ناخذ بريك ومنرجع.